وأن كده دورنا واجور سنة هنجرني واجور واحد دود جري شخصية هذا دود جري أما تنا سكوت تنا واجور جري حتى هو كده ونا حتى هو إنستيوشنز أما أما يقول يال دولة ده هي هذا دولة ده بعوضها الله يا دستور كان دي بيقول يجست لغوص ما يلي واحد لغوص ما يلي وامح ما 4.5 كي أيام لغوص عنا يا ونواح قابك عن سياسة الصومال وجهين ما يروح عليه حزبية لك يعني لكن خور دتك أرماها سياسة الدولة تهدر إلى سنة وحيالها سوجيدين أما أيد كل اللي ليان دولة حكم إذا سوجيدين تقولها وتشك قرن كوسوجيدي ما هو هاي سنة أما ما بقول هوا شرعية وكوسوجيديو برلمان كان وكوسوجيديو أرنتا قلها وتشك قرن دستور كي شرعية الصومالية ما تيجي إنه يرى سكوي ماذا أركتس نسوجيديو أفكار الصومالية أركتس يا صديقي يا شو حزبها كمين نقضوا يسن حددين يسن حددين المستقبل كيزة مسير كيزة يعني غير نمديسي يسن حددين أو غير هبلة تحي والظلم مركز عكيس غير هبلة تحي بقى كويه ليسا أما غير هبلة تحي بقى كويه ليسا سو جيدين تقولها والتشكي قارن كأي دستور كأو حقيب كأحيد إن وحكا بدل كأي صوغة شو أو تقيب سيك الصومالي سيدا هدو وحلو قيب سادو هدو إيمي كالصومالي لابد يكون عارتا وحا لغو سو قارين أفرد بيعشان قبائل كوحلو قيب سادو أركتها ترهبو حلبا لو أركي حاق مو أخين سو جيدين تاو حايد إن مدحويني إن مدحويني كوحيقين دل كأوية شو مدحويني كوحيقين كوان أود مركاسي لهايد aan ku guddaray soo jeedinta ayada laftirkeed waxa ku jirta dalka in laba xisb uu yeesho arinta bal soo faaji horta saad sheegta ba soo jeedin waay soo jeedintu go'aan oo maaragtay ay madaxdu qaadatay waay wax ka bedelka ayaa iska leh marka wax ka bedelka dib u eegista waxa iska leh baarlamaanka federaalka Soomaaliya iska leh marka waa laba shaqo soo markii قال أنا وسوي جيدي سي وما لا حدي لايق مضي إني سوي جيديان برلمان كصومالي أنا أسمع إسكاله سيدا وقري عطب كشان يتمناد الدستور كينا كم يلقى كسو قريه وح إسكاله جوان كعز دم بحك بدل كأي إسكاله ويكدو ذي عندو ذي فرما إسا ماش أيدي كيانا برلمان كأي وطلا مركا إنستيوشن سايا نور ديسن دولة ديت وأنك دونا واجور سنة هنجرني واجور واحد دود جري شخصية هذا دود جري أما تنا سكوت تنا واجور جري حتى هو كده ونا حتى هو إنستيوشنز أما أما يقول يال دولة دي هي هذا دولة دي بعوضها الله يا ودولة دي مدي سودي بيه دتك واحد يسقى الله يان واسوا ما له حيسوا مرتي إن شخصيات أما هو جامي ياش واحد اللي يذكر ها أي ما تقال سياسة ضعيع ويقول أنك جاري جري واسوا مرنا جو ما ضرب فر بدن الوصا مري وكل الوصا أساس لا بد يكون عرتا لا بكون يافرتي والوصا أساس أحد قرن بالوصا نسي ولا جس وجد بلاك هذا لك دستور ليه هاي دستور كيات المامية هي أدنى ولا لا بد أنا مرك على هذا مرك لا بد أنا شقيان ليه شخصيات مرك مش واقع بحيان شخصيات حلي هذا مش شرق مري وح هي هذا وبرلمان وهرئيو يفلنت الدولة في ذلك الصومالية يدولة حبنا كع هي ذهس oo hadda ma taqaana golaha wada tashiga qaranka la yiraahdo ayaa wada hadlaya ayaga ma taqaana isu gudbinaya ayaga go'aanka baarlamaanka ayaa go'aanka ugu dambeeyay gaaraya isaga wax ka bedelaya xukuumadu xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee ku midaysna golaha wada tashiga qaranku soo jeedin bay lahayn waa soo jeediyeen waayahay madaxweynaha dhowr mar uu ku soo celceliyay dastuur kan dib u eegis lagu sameeyay baarlamaanka soo jeedinay lahayd golaha wada tashiga qaranka baarlamaanka u taala in dalka awood qaybsigiisa 4.5 ayadoo hadda aan loo dhameyn laga guuro oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen la qaato xisbiyada dalka la koobo oo laba lagu koobay arrimo nooc ah oo dawladda hadda jirta imaamul goboleedyada qaar ay soo jeedinayaan maxaa diidaya in hadda wadadii la maray arbacadii dhacday in baarlamaanada xildhibaanada qaar banaanka lagu la shiro siyaasada banaanka lagu soo karkariyo baarlamaanka marka la yimaadana aadan madoob u yiraahdo gacanta u taaga tii arbacadii dhacday inay dhacdo qodobada hadda aan ku soo sheegay maxaa diiday way adeer orta marka ugu horeysa 4.5 markay isu timid Soomaalidu xaqna way ahayd xalna way ahayd
dadaw waxay yiraahdaan halbay hayd xaq ma ahayn xilligaas bal taagna 4.5 Soomaalidu kama isugu gudbi karin laana markaas isu timid waxay isugu timid Soomaalidu qayb ay ka goobantahay because Soomaalidu dowlad ma lahayn dowladna way ka burburtay waxay isugu iman kartaa kaliya saad sheegtay ay isugu iman kartaa beelahaas isugu timid beelaha Soomaalida ayaa isugu imaaday beelahi Soomaalidu waxaan ku yiri dowladay dhisteen dowlad ayay dhisteen hay'ada dowladeed ayay dhisteen dastuur bay samaysteen ku meel gaar halkaas markay marayso dastuurkan dib u eegista lagu sameynayo waxa lagu sameynayo waa maxay ma 4.5 ki ayaa lagu soconayaa oo noo ah qaabka aan siyaasadda Soomaaliya u wajahin maya waxa la yiri xisbiya la keenaya markan ku waras sida adduunyada kale xisbiya la keenaya xisbiyadaas waa national political parties waa xisbiya qaran ayaa lagu raadsanaya baawarka hadda kadib awal baawarka iyo awoodda adiga saa waa sheegtay ama wax qaybsiga wuxuu ahaan jiray beel uu ahaan jiray hadda sida bini aadanku u nool yahay u noolana rabnaa xisbiyo ayaa la sameynaya siyaasadeed waa hadda xisbiyo xisbiyadi waa xadideen oo laba xisbiyaad kusoo koobtay waa xisbiya siyaasadeed waa soo jeedin adiga waa soo jeedin laba la soo jeedisay saddex ay noqon kartaa afar ay noqon kartaa wax ka bedelka waxaan ku yiri baarlamaankaas kale laakiin waad u kambeyn garaynaysaan oo xildhibaanadood ka dhaadhicinaysaan inay aragtida qaataan xukuumaddu waxa ay soo jeediso oo ay soo qaadato collective responsibility way qaadanaysaa waxay leedahay waxaan rabnaa insaan ay ahaato sidaana nala quman marka laakiin go-aanka ugu dambeeya baarlamaankaas kale xukuumadduna mandator waaye awood sharciyeed ay u leedahay inay inta soo jeediso kow labo haddana inay tiraahdo aragtidaana fiican oon gadno waawaa laakiin go-aanka ugu dambeyna waxaan ku leeyahay maxaa iskale baarlamaanka soomaaliya soomaaliya marka qofku ma waxaa lagu abaalmarin doonaa ama wax ku mutaysan doonaa mustaqbalka mustaqbalkeenna meesha uu ka dhashay iyo meesha uu kasoo jeedo mase wuxuu wax ku mutaysan doonaa muwaadinnimo iyo xuquuq uu yeesho muwaadin uu wax ku doonto ayuu yeelanayaa marka himilada buu cabirayaa soo jeedinta u cabiraysaa ah qofka soomaaliga aragti siyaasada yeesho xisbi ha ka mid noqdo yaysan xadidin mustaqbalkiisa masiirkiisa yacni reernimadiisi yaysan xadidin oo reer hebelaa tahay waa dulmi mararka qaarkiis reer hebelaa tahay waxbaa ku helaysaa ama reer hebelaa tahay waxbaa ku weynaysaa reer hebelaa tahay xuquuq baad ku leedahay reer hebelaa tahay xuquuq ma lehid aragtiyo siyaasadeed iyo xisbiyo siyaasadeed soomaaliya ha u gudubto waa himilada himiladaas inay dhabowdo ayaana rabnaa.